الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. لقائنا يتجدد يوميا على شاشه النيل للاخبار وبرنامج من القاهره. اذا ما تحدثنا عن الفقره الاولى سريعا، في افريقيا والشرق الاوسط والمنطقه العربيه تتصدر مصر المشهد، وفي اسيا وعلى المستوى الاقتصادي تحديدا تتصدر الصين المشهد. فكان من الطبيعي التقاء مصر والصين مجددا بعد ان عادت مصر بحيويه ونشاط ووعي حقيقي لدورها على المستوى الاقليمي والعالمي. تطورت وتنامت العلاقات مع الصين في السنوات الأخيرة بشكل كبير ومتسارع، ما تؤكده الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في أنشطتها المتعددة في الصين. ومن أبرز فعاليات الزيارة مشاركة الرئيس صباح غدا في الباكر في قمة منتدى الصين إفريقيا. سنتابع في فقرة حوارية هذه الزيارة وما هو متوقع ومأمول من العلاقات المصرية الصينية. الفقرة الثانية متعلقة بظاهرة شديدة الخطورة على مجتمعنا وعلى شبابنا بوجه خاص، وهو انتشار المواد المخدرة بشكل مخيف. وزارة الصحة في مقابل ذلك أدرجت 6 أنواع من الحشيش الصناعي في قائمة المواد المخدرة، مثل الستروكس، الفودو، السبايسي، الفلاكا. هي أنواع خطيرة ومدمرة ومؤثرة على سلوكيات الشباب، بالإضافة إلى تدمير صحتهم. وعلى مدى يعني مكافحة هذه الظاهرة تعاون طبعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوفير علاج ورعاية لمرضى الإدمان، مع تقديم خدمة الخط الساخن على مدار اليوم، الخط الساخن 16023، ومساعدة المتعافي وإعادة دمجه من جديد إلى أو مع الحياة. هذه فقرتنا الحوارية بشكل ملخص. أما الجولة الإخبارية المعتادة التي نبدأ بها من القاهرة فتأتيكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. أولى أخبارنا من الصين التي انطلقت فيها فعاليات منتدى الصين إفريقيا، وفي الغد يلقي رئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام المنتدى. ومن المقرر أيضا أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة مستديرة للقادة والزعماء المشاركين في هذه القمة، وسيلقي كلمة مصر خلال هذه الجلسة. تتابع جمهورية مصر العربية بقلق شديد التطورات السلبية والخطيرة التي شهدتها ليبيا خلال الفترة الماضية، خاصة المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس وضواحيها. وزارة الخارجية في بيان صحفي أكدت اليوم أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا واطلاع مؤسسات الدولة الليبية بواجباتها رعاية لمصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، والنائب الليبي عن فوضى الميليشيات حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من استعادة السيطرة على مقدراته ووضع يده على ثرواته لبناء الدولة الليبية الحديثة المستقرة الموحدة التي يتطلع إليها الجميع. واحدة من القضايا التي أثارت الجدل على مستوى الرأي العام بشكل كبير قاتل طفلي في الدقهلية. التطورات في هذا الأمر، إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بشأن هذه القضية الخاصة بمقتل طفلين بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والمتهم فيها محمود نظمي محمد السيد بقتل نجلي. النيابة العامة أعلنت في بيانها إحالة الأب المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لطفليه ريان ومحمود نظمي، فضلا عن اتهامه
بتعاطي المواد المخدرة. الأب في اعترافاته قال إنه كان يعاني من أزمة نفسية سيئة واكتئاب حاد قبل تنفيذ الجريمة بأسبوع تقريبا، ولم يكن يعلم أسبابا محددة لهذه الحالة التي أصيب بها بشكل مفاجئ ما دفعه للتخلص من طفليه. فيديو يعني انتشر مؤخرا مصاحب باعترافات الأب بجريمته البشعة. الحادث انه اثناء انشغاله بحديثه مع احد اصدقائه داخل ملاهي بمدينة 100 سلسيل بالدقهلية، فوجئ باختفاء نجليه ريان ومحمد داخل الملاهي، وقام بالاتصال بزوجته واخرين مدعيا ذلك على خلاف الحقيقة. ومن خلال فحص خط سيره اثبت انه خرج من الملاهي وبصحبته نجليه بشهادة الشهود، وتبين من خلال كاميرا محطة وقود الشرقاوي ناحية قرية حجاج بمدينة فرسكور بدمياط انه توجه لمدينة دمياط منطقة كوبري فرسكور اعلى نهر النيل، وده المكان اللي رمى ولاده منه. وظهر في الكاميرا انه دخل محطة البنزين علشان يمون، وظاهر ابنه محمد جالس وابنه التاني ريان عند شباك السيارة خلف مقعد السواق، علاوة على انه ثبت انه اجرى المكالمة اللي مع زوجته وادعى فيها انه في الملاهي ومش لاقي أولاده في نفس مكان كوبري فرسكور بدمياط، وده كل اللي تواجه بيه المتهم واعترف بيه تفصيليا. فكرت ان انا ابعدهم عن حياتهم وشكل الحياة. تبعد مين؟ الاطفال يعني. اللي هم مين؟ رنان ومحمد. رنان ومحمد. ليه تبعدهم ليه عن الحياة؟ انت حسيت كده لما هم يكبروا ممكن صعوبة في الحياة وصعوبة في مشاكل الدنيا قلت لا ده أرحمهم أحسن، وهم لو ماتوا تقريبا هيبقوا دخلوا الجنة. علي صوته. لو ماتوا تقريبا هيبقوا دخلوا الجنة وكده حضرتك يعني. الفيديو الذي شاهدناه قبل اعترافات المتهم كان إثبات على وجوده في إحدى محطات الوقود وقتما اتصل بزوجته وأبلغه أنه طفلين فقدوا بشكل مفاجئ منه في الملاهي، وهذا الفيديو يثبت كذب ادعاءاته. تلا اعترافات من المتهم، ربما الصوت كان رديء لكن حبينا نعرضها لحضراتكم. هو إجمالا كان بيعترف فيها بإصاباته بحالة نفسية، اعترف أيضا بتعاطي للترامادول لمدة 5 سنوات، شعر بأنه الطفلين حيواجهوا صعوبات في الحياة إضافة لحالته النفسية السيئة ما دفعه لارتكاب هذه الجريمة. واحدة من القضايا اللي أثارت الرأي العام بشكل كبير نظرا لبشاعتها، والأهم واللافت هذا التماسك الغريب اللي بدأ في اعترافات الأب المتهم باعترافه بالجريمة البشعة اللي قام بها في حق طفليه، مبررا ذلك بأنه كان نفسيته سيئة وشعر بالخوف عليهم، بالإضافة لاعترافه بتعاطي المخدرات الترامادول لمدة 5 سنوات. ده الجديد في هذه القضية اللي أثارت الرأي العام بشكل كبير خلال الأيام الماضية. نتحول في جولاتنا الإخبارية إلى خبر صار على المستوى الرياضي لجميع محبي اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وهو إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم عن اختيار محمد صلاح من ضمن المرشحين في القائمة النهائية لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 بحسب موقع فيفا الرسمي. تضمنت القائمة أيضا اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأيضا الكرواتي لوكا مودريتش. وبحسب موقع فيفا الرسمي، وقع الاختيار على محمد صلاح بعد تألقه على صعيد المنتخب المصري الذي وصل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، إضافة إلى دوره الجوهري في نادي ليفربول الإنجليزي الذي لعب المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي. وسيكرم الفائز باللقب أثناء حفل تسليم الجوائز بقاعة الحفلات الملكية بلندن في 24 سبتمبر القادم. صلاح سبق وقد نافس مودريتش ورونالدو في أيضا لقب أفضل لاعب لموسم 2017-2018 في أوروبا، وفاز اللاعب الكرواتي باللقب في 30 من أغسطس.
معنا عبر الهاتف الأستاذ عماد أنور رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام الرياضي. مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء النور لحضرتك. طبعا هذا الخبر يعني يضيف إلى رصيد اللاعب العالمي محمد صلاح بمساواته بأفضل لاعبين في العالم سواء رونالدو كريستيانو رونالدو أو الكرواتي لوكا مودريتش. يعني تقييمك لفكرة اختيار محمد صلاح نفسها وتوقعاتك لمسار النتيجة على هذه الجائزة جائزة أفضل لاعب عالمي؟ طبعا اختيار محمد صلاح في حد ذاته ده إنجاز للكرة المصرية بشكل عام. نعم. وجوده بين لاعبين كبار في حجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش ده إنجاز كبير لصلاح، خصوصا ان الجائزه بتاع جائزه الفيفا بيحددها 200 حوالي 209 من اعضاء الفيفا من قاده المنتخبات والمدربين المنتخبات هم اللي بيصوتوا في الجائزه دي، فالموضوع بيبقى بشكل تصويتي اكتر منه فني شويه. صلاح طبعا كان يستحق هذا ان يتواجد وسط الكبار بعد ان هو حصل على اكتر من جائزه لكنها كلها جوائز فرديه، سواء افضل لاعب في الدوري الانجليزي او هداف الدوري الانجليزي او افضل لاعب في افريقيا او ان هو قاد منتخب مصر لكاس العالم مؤخرا. لكن مقياسا لو نقسنا على البرتغالي رونالدو او لوكا مودريتش، الاثنين ساهموا في حصول فرقتهم ريال مدريد، هم الاثنين بيلعبوا في ريال مدريد الاسباني، وساهموا في حصول فرقتهم على دوري ابطال اوروبا الاخيره ومن قبل كده ثلاث مواسم متتاليه ورا بعض، بخلاف ان لوكا مودريتش تحديدا اللي هو لسه حاصل على جائزه افضل لاعب في اوروبا وكان صلاح مرشح لنفس الجائزه. لوكا مودريتش حصل على جائزه افضل لاعب في اوروبا وقاد منتخب بلاده للمره الاولى في تاريخ كرواتيا لنهائي كاس العالم اللي هي اخذتها فرنسا وكسبت المباراه النهائيه. ففنيا ممكن تبقى حظوظ صلاح مش زي لوكا مودريتش تحديدا، لكن هو وجوده بحد ذاته في القائمه النهائيه لاختيارات الفيفا ده تتويج لمشوار كبير قطعه صلاح، وتحديدا حقق موسم كبير جدا عمل فيه انجازات كبيره جدا الموسم الماضي مع فرقته، سواء ان هو خد احسن لاعب لاكثر من اسبوع حوالي 7 مرات في ليفربول الانجليزي، وكمان خد احسن لاعب في الفريق غير انه الهداف، واخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي. صحيح، وكلهم مؤشرات دفعته لان يكون يعني ضمن المرشحين لهذه الجائزه في رايك، ام ان هناك جانب وهو الشعبيه يعني الكبيره اللي قدر ان هو يحصل عليها صلاح على المستوى العالمي؟ قد يعني كل هذه الانجازات بتاعت صلاح، بس احنا بنقول فنيا هي انجازات فرديه على عكس منافسي مودريتش وكريستيانو رونالدو، لكن لو هنقول على التصويت وارد جدا ان اصيح عمليه تصويت فيها 209 عضو زي ما قلت لحضرتك، وارد جدا ان مثلا ينحاز له مدربين من افريقيا كلهم يصوتوا لصلاح، مدربين اسيا كلهم لو اجتمعوا ممكن يرجحوا كفه صلاح، لكن هي هتعتمد في الاول وفي الاخر على عمليه تصويت المدربين. تمام، بشكرك جزيلا استاذ عماد انور رئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام. كانت هذه جولة أخبارنا، الفقرة الحوارية الأولى متعلقة بالتعاون المصري الصيني الذي وصفته وكالة أنباء الصين الجديدة بأنه نموذج لتحقيق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى المعيشة. العلاقات المصرية الصينية نمت بشكل كبير ومتسارع خلال الفترة الماضية، وإذا ما يعني دللنا على ذلك بالأرقام، عدد الشركات الصينية العاملة في مصر وصل إلى 1558 شركة تعمل في عدد من القطاعات، منها 702 شركة في القطاع الصناعي و 432 شركة في القطاع الخدمي و 70 شركة في القطاع الإنشائي، كما تشمل القطاعات 79 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا تشتمل على 47 شركة في القطاع الزراعي و 6 شركات في قطاع السياحة، وهي أرقام مرشحة أيضا للزيادة. المزيد في حوارنا تحديدا على ضوء الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ومشاركته في منتدى الصين إفريقيا بعد هذا التقرير.